وهذه الأداة الأخيرة هي عبارة عن تعزيز الجانب الديني في الأسرة. وكيف أعزز الجانب الديني في الأسرة؟ وكيف أعزز الوازع الديني عند الأبناء؟ تعزز الوازع الديني عند الأبناء بضخ فعاليات وأنشطة في داخل الأسرة من صناعة الأبناء والبنات. وكيف ذلك؟ علمهم على قراءة دعاء كميل في كل ليلة جمعة، اجتمع معهم لا أقل في ليلة جمعة واحدة في الشهر، يقول لهم أول ليلة جمعة في الشهر أو آخر ليلة جمعة في الشهر أو ليلة الجمعة الثانية في الشهر. صير عندنا برنامج أسري في الأسرة، في مجلس البيت أو في الصالة أو نحو ذلك، أن نجتمع كلنا ولا يتخلف أحد. هذا احنا نتفق جميعا وياكم إن احنا نجتمع ونقرأ دعاء كميل، واحد منكم يقرأ لنا مقطع، الثاني يقرأ مقطع، الثالث يقرأ مقطع. زين، ما أثر هذا البرنامج؟ هذا الأثر، هذا البرنامج له أثر فاعل في النفس، يحرك الولد والبنت للارتباط الديني. احنا ايش كثر نجتمع، عوائلنا تجتمع في كل أسبوع، صحيح لو لا، لكن كثير من العوائل ما فكروا أن يخصصون لا أقل جمعة واحدة من جماعات الشهر إن احنا نقرأ مثلا ختمة، ختمة قرآنية، كل واحد يمسك ويقرأ نصف جزء، يقرأ جزء، نزين، علشان ننزل هذه الختمة على أرواح أمواتنا. هذا البرنامج يعزز الوازع الديني، يصنع ارتباطا وثيقا بالدين. لذلك انت تلاحظ بأن البيوتات اللي تتوافر فيها مآتم نسائية في الأغلب يتعزز الوازع الديني عند البنات. ليش؟ لأن تلاحظهم شنو؟ هم الذين يقومون بالنشاط الديني. تلاحظ لما الولد تجذب إلى الماتم وتعطيه مسؤولية، لو كانت هذه المسؤولية بسيطة جدا، تتمثل مثلا في سقي المستمعين ماء، تشوفه تتعزز ويتعزز حضوره الديني. فهذه الأنشطة وربط الولد أو البنت ربطا بالدين من خلال فعاليات في داخل الأسرة، هذا نحتاجه بشكل مؤكد، بشكل أكيد. هذه إذن أداة تربوية مهمة.